وللحديث عن فشل البرلمان بتمرير مشروع التجنيد الإجباري في العراق، معنا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك أستاذ خليل. بداية، لماذا رفضت الكتل السياسية تمرير مشروع التجنيد الإلزامي في البلاد من جديد بعد عقدين على إلغائه؟ على أي أساس اتخذت الكتل هذا القرار؟ حياك الله أخي الكريم. أخي الكريم، ما يوجد في العراق والنظام السياسي عبارة عن تجمعات حزبية، منها الطائفية والولائية ومنها المصلحية والتبعية، ذلك تراها اليوم مختلفة وغدا متفقة. نعم. والشواهد عديدة وكثيرة في هذا الجانب، والسبب هو أن كل قرار يتخذ يجب أن يوافق عليه أولا الحاكم الإيراني في العراق. ذلك أنا لا أرى هذه الكتل السياسية وما تتفوه به أهمية بقدر ما أرى خدمة القرارات المتخذة للنظام الإيراني. نعم. وقرار التجنيد الإلزامي مهم في الدول السيادية التي تمتلك الهوية الوطنية، أما في العراق فالسلطات والأحزاب بعد عام 2003 يوم من هذا فاقدة لهذه الهوية وفاقدة لروح الولاء والانتماء للوطن. لذلك إن اتفقت أو اختلفت هي سيناريوهات أعدت مسبقا خدمة لولي نعمتها في طهران وليس للعراق والعراقيين. وستبقى الجغرافيا العراقية مستباحة والسلطة الميليشاوية ولا أي 100%، والشعب مستمر تقديم القربان قسرا لمشاريع خامنئي وفساد وإرهاب ميليشياته وأحزابه. سيد خليل، ما خطورة هذا القانون في ظل وجود ميليشيات الحشد المنضوية ضمن القوات الحكومية كما تعلم؟ ما المانع بأن يكون لها نسبة من فرز المجندين الجدد مثلا؟ أخي، بالبداية هناك ثابت وهو أن حكومة السودان جاءت من رحم الفصائل الميليشياوية المسلحة والأحزاب الولائية. ولو ناقشنا باختصار وفق هذا الثابت قانون التجنيد الإلزامي من حيث الغاية والتوقيت، سنجد توقيته جاء بعد تشكيل حكومة السودان مباشرة، والذي تريد إرسال رسالة تطمين لمنتقديها سواء في داخل العراق أو خارجه وخاصة دول الخليج، لأنها حكومة مؤسساتية شاملة لجميع العراقيين. نعم. وفي ذات الوقت هو هروب للملف البطالة. أما من حيث الغاية وهذا مهم، فهذا القانون سيتم تعويض النقص المالي الحاصل في تجهيز معسكرات تدريب الميليشيات المنتشرة في العراق وخاصة في محافظات فرات الأوسط والجنوب بمعسكرات تجنيد الإلزامي الجديدة. سيتم تدريب عناصر الميليشيات وعلى ميزانية المؤسسة العسكرية، ومن ثم التحاق المتدربين إلى الفصائل. لذلك هذه المعسكرات أخي الكريم بمثابة حاضنة تدريب ميليشيوية على نفقة وزارة الدفاع ومن رحم المؤسسة العسكرية العقيمة. إلى سؤال آخر الآن، يعني السوداني طرح تطوير الجيش والقوات الأمنية، هل تعتقد وفق التقسيم السياسي الراهنة هل يمكن النهوض بالجيش من قبل السوداني؟ هل هذا قابل للتطبيق على الأرض؟ أخي، الجيش بعد الاحتلال لم يبنى على أسس مهنية مستقلة وفق العقيدة العسكرية الصحيحة، لذلك مفهوم التطوير لا ينطبق عليه. ثانيا، الفكرة العامة لجميع سلطات الاحتلال بما فيها السوداني هي مستنبطة من الاستراتيجية الإيرانية التي تسعى إلى إبقاء العراق ضعيفا وفي مقدمته المؤسسات العسكرية والأمنية. لذلك مخرجات السوداني وسلطته لا تختلف عن ما سبق وتحافظ على ديمومة تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية، بل ستقدم وتشتت أكثر وفق عناوين متعددة ومشاريع مختلفة بالإجهاز على ما تبقى من هذه المؤسسة العسكرية سواء على مستوى القيادات أو المنتسبين أو التسليح أو حتى الميزانية المالية المخصصة لها. لكن لماذا لم تتمكن الكتل السياسية من تكوين جيش وطني لكل العراقيين سيد خليل؟ قرار بناء الجيش العراقي وطني هو ليس بهذه اليد الأحزاب والكتل السياسية. هذه الكتل هي أدوات تسير بين غايات النظام الإيراني وتوجهات اللاعب الأمريكي في العراق، وكلاهما مشاركان في تدمير المؤسسة العسكرية العراقية بدءا من بريمر وصولا إلى إيران وانتقاما من هذا الجيش الذي أذاق خميني السم الزعاف. لذلك منذ عام 2003 وليومنا هذا فقد العراق جميع ركائز بناء الدولة ومقدمتها الجيش الوطني المهني المستقل الذي يعتبر اليوم هذا الجيش ميت سريريا في ظل النظام السياسي المحافظاتي الطائفي الأعوج
ولذلك هم يلتجئون إلى قانون التجنيد الإلزامي الذي هو في حقيقته قانون التجنيد الإرهابي. نعم. السؤال الأخير سيد خليل، يعني ما خطورة عسكرة المجتمع من جديد في ظل العملية السياسية الراهنة وانفلات السلاح الحاصل؟ أخي لا يوجد هنالك عسكرة للنظام السياسي للمجتمع العراقي، بل هو أملشة المجتمع العراقي. نعم. لأنه هذا القرار هو في أساسه فصل ورسم من أجل دج الميليشيات، بدل أن تتدرب في معسكراتها وتنفق عليها الميليشيات أموال، يتم دجها بالمؤسسة العسكرية وعلى نفقة كما قلنا وزارة الدفاع. إذا هو أملشة المجتمع وليس عسكرة المجتمع، هذا من جانب. نعم. جانب آخر هو تقديم الشباب العراقي العاطل عن عمل قربان لهذه الميليشيات وغاياتها وأحزابها. نعم. مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.